مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. أغنية جديدة من أغاني ألبوم دايلر الجديد صارت جاهزة، حيث حتكون باسم اتركيني، حيث حتكون مع ديبيكاد المغني اللي غنى معه أغنية آسف. مفاجآت نور ستارز أبدا ما بتخلص، فكانت عم بتحضر لمفاجأة من قبل فترة طويلة، وحتكون المفاجأة قوية وكمان مجنونة، حيث رح تعلن عنها نور ستارز بعد شهر، أي بشهر سبتمبر. وفي كمان مفاجآت ثانية حكت عنها نور رح نعرفها بالأيام الجاي ورح نفرح فيها كمان. مو بس نور اللي عندها مفاجآت، فنارين كمان عندها مفاجأة رح تكشف عنها في فيديو بكرة، وحكت انه المفاجأة غيرت في حياتها كتير شغلات وحتى بالنسبة لعائلتها. اما موفلوغ فنشر هالصورة وكتب بما معناه: اذا اعرفوا ما هو الحب هو بسبب حبي لك. فاللي لاحظناه بالصورة هو عمل نتاج لأشخاص تعمل حروف، إذا جمعناهم نتحصل على اسم نارين. وكمان كان مرتدي بدلة رسمية، فالناس ربطت بين بوست نارين بيوتي وبوست مو فلوغز اللي نشروهم على الانستغرام، واستنتجت نتائج من بينها خطوبة نارين ومو. فلا هالشي صحيح بالنسبة لإلكم؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما قناة محمود العيساوي الثانية وصلت لمليون مشترك قبل فترة، وتمكن من الحصول على الدرع الذهبي الثاني من يوتيوب. ألف مبروك لمحمود العيساوي، مع إقبال نجاحات أكثر وأكبر. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.